بص بقى دلوقتي احنا عايزين نجرب السيستم ونفعله. ده طبعا الريموت بتاعنا ما هو معانا. ده زي الريموت العربية عندي هنا قفل هنا فتح. انا خلاص بقى في المكان اهو هخرج منه ومفيش حد يخش تاني فادوس ايه قفل كده. مجرد ما ادوس كده الجهاز اتفعل تمام. شغل السيستم تحته ندوس اغلاق كده اهو هنا كده فعلته. طيب عايزين بقى كده نجرب. وطبعا بيعد وقت معين ممكن اخلي مثلا 5 ثواني او 30 ثانيه او 40 ثانيه اني انا اقدر اخرج من المكان وخلاص. بعد 40 ثانيه يتفعل او بعد 5 ثواني يتفعل. هو بيبدا كده ايه يشتغل معايا. ده انا بقدر طبعا عندي ابلكيشن للجهاز الحالي للديفايس كله. بقدر هنا احدد عدد الثواني اللي انا عايزه ان هو بعد قد ايه يتفعل. مثلا بعد 4 ثواني اقول او 5 ثواني واقول له تاكيد. طيب احنا دلوقتي كده ركبنا جهاز انذار وعايزين نبدا نجرب مع بعضين. طبعا الجهاز بيجي معايا باتنين ريموت وفي تاج زي ده بقدر افعل منهم الجهاز او لا. طيب الريموت عندي عامل زي ريموت العربيه بسيط جدا. في عندي اهم حاجه ثلاث زراير دول. ده انا بفعل بيه الجهاز زي العربيه كده خلاص عملت لها لوك ان انا لو مشيت من عندها تبدا هي تضرب لو حد جه جنبها او حد حاول يفتح اي باب. ده كده فتح انا اقدر بقى خلاص كده المكان بقى مفتوح واقدر اخش واخرج براحتي عادي اللي هو اللي فوق. اس او اس ده بقى برده مهم قوي. لو انا قاعد في البيت عندي وحصل اي حاجه طارئه او سمعت صوت حد في الجنين او غير او حد بيحاول يفتح علي الباب اول ما ادوس عليه السيرين بتضرب تلقائي وبيتصل على الارقام اللي متسجل عليه اللي هو الخمس ارقام اللي انا مسجلهم تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نجرب بقى نشوف السيستم هو فعال. طبعا دلوقتي المكان اهو انا خلاص مفيش مثلا حد جوه وغيره عايز ابدا افعل بدوس على الزرار ده كده سمعت صوت الجهاز عمل تكه كده مش عارف سمعته ولا لا هنشوفها. طيب الجهاز طبعا بيعد معايا عدد ثواني انا اللي بحددها 5 ثواني 10 ثواني 40 ثانيه بقى. عايز اسكته على طول اهو كده سكت عادي. طيب نجرب مثلا ده الباب عليه حساس اهو ده كده حساس للباب. مجرد ما انا بفتح الباب كده وابعد عن بعض طبعا لما افعل الجهاز وقت سكت الجهاز بس بنجرب بس نفتح الباب مجرد ما نفتح الباب كده وبيبدا يضرب لما احنا بنفعل الجهاز. طيب نجرب بقى كده ونشوف كده احنا قافلين باب الصيدليه عادي ومشينا مثلا مجرد ما بدوس قفل كده رن رد عليا وانا اتفعلت خلاص. والموبايل حتى 70 صوته بيبدا يعمل معانا صوت ان انا بيبعت لي على التطبيق لان هو بيجي معاه تطبيق على الموبايل. التطبيق برده بيبقى زيه زي الريموت اقدر استخدمه وانزله كذا يوزر بيبقى زيه زي الريموت اقدر افعل منه او اقفل او افتح او اعمل اي حاجه ويجي لي سجل كامل لكل حاجه بتحصل. لو حد فصل الكهرباء عن الجهاز او الكهرباء قطعت بيعرفني. طبعا الجهاز مزود ببطاريات والحساسات نفسها برده فيها بطاريات عشان لو حد فصل الكهرباء قصدي برده ايه ما يقدرش ان هو يخش المكان ان برده كل ده هيضرب تاني. حتى السريان اللي فوق فيها بطاريات برده وتشتغل عدد ساعات. طيب احنا دلوقتي هنفعلنا اهو عايزين نجرب واحد يفتح الباب كده ويبدا يخش كده احنا فتحنا يبدا يعد مثلا معايا 5 ثواني يروح جاي شغال. طيب كده هيفضل شغال قد ايه؟ هيفضل شغال انا بحدد المده بتاعت السرينه تشتغل 5 دقائق 10 دقائق براحتي. اقدر انا افصلها لو انا في المكان نفسه عن طريق الريموت. طب لو انا مسافر وبره المكان اقدر افصلها عن طريق التطبيق. طيب احنا دلوقتي تعالى نشوف التطبيق مجرد ما افتح التطبيق بيجي لي كده بقول الجهاز انذار وايه اللي بيحصل بالظبط. فانا عايز اوقف اقول له ازاله الانذار كده الدنيا سكتت على طول. طيب ده زيه زي الريموت برده معايا وفي بقى كل حاجه الاعدادات بتاعت الجهاز ده انا بقدر انزله عن طريق النت يشتغل معايا وبربط طبعا الجهاز اللي عندي الوحده الاساسيه بالانترنت. هنا برده انا فاتح كده الجهاز هنا افعل الجهاز ان انا بره. اس او اس بقى قلنا دي ايه للطوارئ. انا حصل عندي اي حاجه طارئه حسيت ان في حد بيحاول يخش المكان عندي واحده ست قاعده لوحدها اطفال الكلام ده كله يا اما عن طريق الريموت او الابلكيشن على الموبايل عندهم يخشوا يدوسوا اس او اس طوارئ على طول. ايه اللي يحصل؟ السرينه على طول في ساعتها تضرب معايا كل السرينه اللي ممكن اركب لو المكان عندي كبير ممكن اركب اكتر من السرينه. بس عشان نسمع لو المكان عندي كبير اقدر اركب اكتر من السرينه. طيب مجرد ما انا دوست هو كده مش هيغرق السرينه مش بس كده ده اتصل بخمس ارقام عندي
كل رقم يبدا يتصل عليه بالدور ويعرفه. طب انت ما بتسمع لك اللي بيحصل، بتسمع اللي بيحصل في المكان، لو هما بيتكلموا مع بعض بيحصل اي حاجه تقدر تسمعهم، ممكن تتكلم معاه ويكلمك، يعني لو حد في مكان بتتكلم معاه ويكلمك عادي. طيب ده كده بالنسبه للبيع. في حساسات بقى للحركه بقدر اشوفها في المكان عندي. ده كده حساس حركه، اي حد بيتحرك في المسافه المساحه اللي قدامه دي كلها بيبدا برضه يلقطه. يعني دلوقتي حسبتيه قدامكم عملنا كده ويبدا يلقط معايا فكده خلاص كده الدنيا بقت. اي حد يتحرك في المنطقه دي او في اي مكان جوه يروح جاي لقطه وبرضه متصل بيا ومشغل الانذار والسرينه وكل حاجه ويبعت لي على الابلكيشن. يعني في اكتر من طريقه عشان لو حاجه منهم مش شغاله يبقى في بديل ليها. طيب ايه اكتر من طريقه؟ اول طريقه الابلكيشن عن طريق الانترنت. لو انا عندي في مكان انترنت فهو بيبعت لي عن طريق الابلكيشن، كل الناس اللي منزله الابلكيشن عندهم بيبعت لي عليه. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه خط الموبايل بيبقى جواه شريحه بيتصل بيا. طب في حاله ان مفيش شبكه، ما عندي كده كده التطبيق بديل، وانا كده بقى عندي حاجتين، التطبيق وعندي الموبايل يتصل بيا عليه. تالت حاجه بقى اللي هي في المكان نفسه اللي هي السرينه. عندي سرينه داخليه، في سرينه خارجيه مركبه بتوايرلس كمان، كله لاسلكي، حتى الحساسات دي كلها لاسلكي عشان تبقى سهل احطها في اي مكان. هو مسافه كبيره مش صغيره، يعني اقدر انطر لو انا عندي مكان كبير، فيلا كبيره او اسره او حاجه، اقدر احطهم في كذا مكان عادي، مش هيقول لا برضه معايا. تمام كده. فطبعا جهاز الانذار مميز جدا وممتاز جدا بالذات جنب الكاميرات، يعني ما ينفعش انا اركب كاميرات بس واقول كده تمام، لا، لان الكاميرات لو حد دخل انا مش هعرف، انا دلوقتي مثلا بره ولا مسافر، حد دخل المكان عندي وسرق ومشي، ده ممكن يخش وياخد الدي في ار كمان وياخده بالتسجيلات بكل حاجه ويمشي، او يكون ملثم، فبالتالي الكاميرات لوحدها ملهاش فايده. طب هل ما اركبش كاميرات خالص؟ لا اركب عادي، بس الفكره كلها في ايه؟ ان انا يكون في جنبيها حاجه تانية اللي هو جهاز انذار يعرفني وقت ما الشخص يخش. في شخص دخل دلوقتي حالا فيعرفني فيتصل بيا، مجرد ما بيتصل بيا انا بعمل ايه؟ راح جاي فاتح الكاميرات عندي اشوف ايه اللي بيحصل في المكان كله، حد فعلا دخل، حد بيحاول يدخل، ايه اللي بيحصل؟ اتصل باي حد بسرعه اقول له روح شوف الصيدليه اللي بيحصل فيها او المكان بتاعي ايه اللي بيحصل فيه. فالحاجات دي كلها طبعا بتبقى ممتازه جدا لما يبقى اتنين مربوطين ببعض، سيستم انذار كويس بسرقه زي كده بالحساسات بتاعته بسرينه قويه تسمع الناس كلها وفيها طبعا فلاش عشان تظهر الناس كلها اللي ماشيه في الشارع عشان لو في اكتر من حد مركب السرينه تبقى عارف اني واحده اللي بتطلع الصوت ده. تاني حاجه اللي هو معايا الابلكيشن بيعمل لي عليه، والكاميرات طبعا بتظهر لي كل الكلام ده كله بالكامل.